جمعة غضب أعلنت عنها جماعة الإخوان المسلمين. جمعة غضب تأتي بعد أحداث لن تنمحي من ذاكرة المصريين، بدأ قبلها طرف الأزمة أكثر تصميما على تصعيدها. الجماعة دعت للخروج في مسيرات حاشدة عقب الصلاة، والداخلية منحت قوات الأمن تفويضا باستخدام الذخيرة الحية لمواجهة أي اعتداءات. الدعوة للغضب جاءت بالتزامن مع تشييع عشرات الجثامين من مسجد قريب من رابعة العدوية. احتسبتك عند الله، والله شهيد، حلف على مصحف وهو طالع من البيت ان هو شهيد، وانا اخو السيد محمد عبد الشهيد، وانا مش زعلان، انا فرحان. مع حلول الليل هاجمت قوات الامن المسجد خشية تنظيم الاخوان لاعتصام جديد به، لكن دون مزيد من الدماء. وقبلها أضرم أنصار الرئيس المعزول النيران في مبنى محافظة الجيزة. أنا وجاي لقيت المار قدامي، جماعة بيجروا ماسكين كانوا إزاز مولوتوف ورامين على المحافظة، واخد بالك، رموه في المحافظة جوه، وبعد كده هو وشنط وفيه معاهم سلاح وخرجوا وعدوا الناحية التانية. فجأة جينا إيه، المحافظة اشتعلت نيران. ووقعت اشتباكات في أنحاء متفرقة من العاصمة بين مؤيدي الإخوان وأفراد من الشرطة يرتدون زيا مدنيا، انتهت بتفريقهم والقبض على عدد منهم. وفي الأسكندرية تبادل الطرفان إطلاق النار في منطقة المنشية، ما أسفر عن بضعة قتلى وعشرة من الجرحى. في الليل بدت شوارع القاهرة هادئة مع إعلان الحكومة إبقاء ساعات حظر التجول كما هي، لكنه هدوء سبقته عاصفة، ويخشى الكثيرون أن تعقبه أخرى. محمد رضا، بي بي سي.